مقتل 3 أشقاء في الرفاع على يد ابن عمهم إثر خلاف على أرض زراعية، واحد من الحوادث المتكررة منذ سنوات، وانعكاس لواقع النزاعات العشائرية المتزايدة في عموم البلاد. نزاعات تهدد السلم الأهلي وتقوض استقرار المجتمع. في الفترة الأخيرة برزت عندنا ظواهر كثيرة كالبقع السوداء في ثوب العشيرة الناصع البياض، من ضمنها الدقة العشائرية والقتل والخلافات والتقاطع فيما بين العشائر، وصلت حد وكتابة الكتابات على الدور لحجزها، ومكتوب أنه هذا مطلوب فصل أو أنه هاي محجوز أو مطلوب دم أو هدر دم. الاحتكام إلى سلاح العشيرة وسلطتها سببه الأبرز تراجع سلطة الدولة على مدى عقود، تراجع أسهمت فيه الحكومات المتعاقبة لحساب سلطات فرعية أخرى، الطائفة والقومية والحزب ثم العشيرة. هناك علاقة عكسية ما بين قوة الدولة وقوة المجموعات في مرحلة ما قبل الدولة كالعشائر والتنظيمات الأخرى، كلما قوت الدولة كلما ضعفت هذه المجموعات. المرحلة اللي نشأت الآن هو مرحلة ضعف الدولة بسبب استقواءات سياسية ومذهبية ودينية وقومية على الدولة أدى إلى أضعاف هذه الدولة، وأعتقد أنه من الممكن أن تظهر ميليشيات اجتماعية ليس فقط بالعشائر وإنما حتى في تنظيمات اجتماعية داخل المدن. نزع السلاح بأنواعه مهما كانت مبررات ظهوره الخطوة الوحيدة لإظهار هيبة الدولة وقوة القانون بوصفه سلطة يلجأ إليها الناس لحل نزاعاتهم بقصد أو سواه. أزاحت السياسة سلطة الدولة لصالح قوى أخرى، منها العشيرة التي لا تبدو مؤثرة في بعض الأحيان مع استقواء أفرادها بمسميات أخرى، يشكل سلاحها خطرا أكبر من خطر سلاح العشائر على بنية الدولة والمجتمع. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في.